كوكو لي في اليوم جيت لكم فيديو جديد اللي غادي يكون في نطاق الموضة كالعادة. موضوعنا اليوم كيفاش نكونوا شيك ابلا. بالنسبه للبنات او سيدات اللي ما كيرتاحوش في لي طالون وكيبغيو يكونوا شيك او ميم طون، فانا جبت لكم في هذا الفيديو انواع الاحذيه اللي ممكن تتمدو. فاول شوسور بلا اللي يمكننا نلبسو بوغ اتر شيك هو الموكاسان، فهو حذاء مريح وشيك الى اختاريناه يكون في صيحه الموضه الحاليه كموكاسان اكسبري غوتشي او لي موكاسان بو دانيمال، كيف ما يمكن يكون لي موكاسان اللي عندهم ان بتي ديتاي. فهاد لي موكاسان باش يعطيونا الكوتي شيك خصنا نختاروا اللوك يكون مودرن باش ما نكونوش كلاسيك ونبعدوا على الكوتي شيك. فباش يكون لوك مودرن فخصنا نختاروا الالوان والقطع اللي دارجه في الموضه الحاليه، فمثلا يمكننا نلبسوهم مع لي شيميس فلويد، لي فيست، لي جينز افيك دي ديتاي فيمينين، ولا افيك دي بونطالون ساتاني كيف ما يمكننا نلبسوهم مع لي بونطالون فلويد. فلي موكاسان يمكننا نلبسوهم فوق ما بغينا في الشتا في الصيف في الربيع، فهما كيتلبسوا العام كامل. فبالنسبه لهاد لي لوك اللي لابسين غير لي شيميس كورت، فيمكن لكم تضيفوا على مثل هاد اللوك اون فيست لونغ، ان جيلي لونغ او كيمونو. فكيف قلت من قبل خصنا نردو البال من نختارو لي موكاسان فما يكونوش طرو كلاسيك او طرو فييسون باش ما نفقدوش لا مودرنيتي ديال اللوك. دوزيام بيس كي تري توندونس اوسي سي لي مول، فإلا عرفنا نختاروهم فهما غادي يعطيونا اون كونوتاسيون بوكو تري شيك، فيمكننا نختارو لي مول دون ليسبري هيرميس او بيان لي مول بوانتو، فإذا عرفنا نسقوهم فغادي نحصلو على لوك شيك أبلا. فكنقترح عليكم تلبسو ليمول مع اون جيب ميدي و اون روب دو ميلانغ و افيك ان جينز و بيان ان بونطالون كوستيم. فيمكننا كذلك نزيدو دي اكسسوار لي بي، فهذا غادي يزيد من الاناقه ديالي مول. فنخليكم على سيليكسيون ديالي لاجمل لي لوك ديال لي مول بلا. لوك ابلا اخر اللي غادي يكون هيبر شيك سي لي صندال. فانا اختاريت لكم هاد لي صندال فهما كيجيو فيمينين اي شيك، فيمكننا نلبسوهم مع لي روب 3 كار، لي بونتاكور اي لي جوب دو ميلانغ. كاتريام شوسور بلا كي تري توندونس هما لي باسكيت. فلي باسكيت يمكننا نلبسوهم مع لي تايور كيف ما يمكننا نلبسوهم مع لي روب وين، فاحنا غادي نحصلو على لوك شيك اي فيمينين.
كيف ما يمكن نلبسوهم كذلك مع جينز avec chemise fluide et une veste. فالخامسة شوسور اللي غادي نقترح عليكم هما لي صندال كومبونسي. فلي صندال كومبونسي صاحبيهم البنات او السيدات اللي قصارين فهما غادي يربحوهم دي سنتيمتر بلوس باش يوازنوا لا سيلويت. ففي هاد الحاله لي كومبونسي غادي يكونوا دي سوبر بون الترناتيف. فباش نكونوا ابلا فهنا خصنا نعملوا اتونسيون نحترموا نسبه لا سيلويت. فمثلا البنات او السيدات اللي عندهم رجلين قصارين او اللي قصيره فخصها تختار لي بونطالون تاي هوت او تزيد اون سانتور لا روب الا كانت عندها اون تاي بيان تراسي بيان سور. فكذلك الا اختاريتو لوك شي كابلا فخصكم تجنبوا لي بونطالون لي طوال بزاف. فكيف قلت من قبل فحنا نقدروا نكونوا شيك ابلا لكن غادي نكونوا اقل اناقه من غادي نكونوا اتالون. لهذا كنقترح عليكم تلعبوا بلي زاكسيسوار اللي عندهم فينيسيون تري شيك فعلى حسب شنو غادي تعملوا وراء هذا اللوك شيك. كيف ما يمكننا نكونوا كذلك شيك اون جين اي ابلا. فهنا غادي نكونوا سالينا النصائح كيفاش نكونوا شيك ابلا. فاذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بابوني لايك ونتلاقاو في دوتر فيديوهات.